في العودة والانفراد بالريادة في حالة إذا ما فاز في هذه المباراة وتعثر الفتح خارج الديار؟ لأن المباراة الثانية هي مباراة مهمة، لأن اتحاد طنجة هو ثالث فريق، هي الثالث في الترتيب، أين المباراة ستكون قوية، خصوصا أن أي تعثر للفتح الرباطي وفوز فريق الوداد يعني هذا أن فارق النقاط سيكون مهما ومهما جدا، خصوصا في هذه المرحلة بالضبط. هل من تعليق على هذا التيفو؟ هذا التيفو الذي رفع هذا الديربي إلى العالم يا الأخ مجد، لأن اليوم إحنا أمام لاعب، أمام شعب يعني أصبح يتقن عملية التيفو، سواء الوداد، الرجاء، حدا طنجة، النادي القنيطري، هناك المغرب التطواني، مجموعة من الجماهير التي أصبحت تقدم لنا تيفو متميز، كذلك إضافة إلى الجيش الملكي. أظن أن هناك مجموعات كبيرة من البرازيل الذين تنقلوا لمشاهدة هذه المباراة، مجموعة من الأندية ومجموعة من الشعوب تترقب بداية هذه المباراة. أظن أن التيفو صنع الحدث، نتمنى أن يكون الحدث على أرضية الملعب بالنسبة للاعبين وكذلك للإطار الفني. أتمنى أن لا يركن أحد الأندية إلى الدفاع، سواء الرجاء أو الوداد، ويعطونا متعة. الناس يود أن يعود للتحليق، هل عبر بوابة الديربي هل يسمح الوداد بذلك؟ الوداد لن يسمح بذلك الأخ مجد، ولكن نتمنى أن يستعيد تحليقه، لأن فريق الرجاء هو فريق مهم بالنسبة للدوري المغربي. كذلك لاحظ أن يعني بكل أمانة يا جمالية وجمالية كبيرة، لأن هذه الحد خاصية مغربية بألوان عالمية، أكيد هذه ميدين موروكو الأخ مجد، وبلوحات يعني عالمية، وحتى الألوان هي ألوان جميلة، الأخضر على الأبيض، الأحمر على الأبيض، أي أن الرجاء والوداد اليوم كل هذه الجماهير التي حضرت وكل المسؤولين على التيفو مشكورين لتقديم هذه اللوحة الجميلة. إذن نأمل أن نستمتع بأجواء هذا الديربي والنسخة 19 بعد المئة. دعونا نتحول وأجواء تعليق الزميل جواد. بعد جواد تفضل. شكرا لك مجد الشجعي، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الكبير، انه الديربي 119، هذه الاجواء بكازابلانكا، هذه الصورة بمراكب محمد الخامس، هنا تحبس الانفاس وتقرع على اجراس الديربي رقم 119 بتيفوات ولا احلى من انصار الفريقين الوداد والرجاء البيضاوي، الصورة كما هي العادة بمدرجات مراكب محمد الخامس، إبداع ما بعده إبداع، ولا وحات ولا أجمل، أكيد تؤكد بأن هذا واحد من أروع الجماهير على الصعيد العالمي، جمهور الوداد، نعم كالعادة نقولها جمهور الوداد هنا بالفريميجا، وداد المقاومة، وداد الكبرياء، وداد الشموخ، وداد الأمة، رمز الفداء، ومعه سنظل أوفياء في السراء والضراء، سنحب الوداد حتى الفناء وسنظل في القمة يا سيد، أكيد مع جمهور الرجاء البيضاوي والتيفو، أكيد على تأكيد لأن النصر دائما سيحلق عاليا في السماء كازابلانكا، في السماء الدوري المغربي الممتاز، النصر الرجاوي بخير، هذه قصة نعم يرويها جمهور الرجاء البيضاوي، جمهور يفوق وصف الخيال، جمهور الرجاء نعم دخل التاريخ رافعا شعار الإبداع مع أبطال ونجوم كبار ستتغنى بإبداعاته ملاجاه، أكيد شعب الخضرة زي في المدرجات هنا يسهو ويرفع أحلى تيفو، يعبر من خلال حبه الكبير للفريق الذي عاش وضعه صعبة جدا، أكيد الصورة أمامكم والإبداعات تتوالى في المدرجات من أنصار الوينيرز وكذلك من جمهور الرجاء البيضاوي، الجرين بويز، ليبرايكس، والدارب السلطان، أكيد هناك تحبس الأنفاس بمعاقل فريق الوداد البيضاوي، والمعاقل كذلك الخضراء، معاقل الخاصة بأنصار فريق الرجاء البيضاوي، صور استثنائية لأحلى جمهور أكيد الأخضر هنا في مدرجات المكانة، بهذه الصورة ستبقى خالدة في أذهاني، ليس فقط أنصار الأخضر ومن يعشق الديربي، ولكن أيضا من يعشق الكرة المغربية، وأكيد جمهور المغربي يزيد
من جمالية الدوري المغربي. فعلا صور يصعب وصفها، صور فعلا ستبقى للذكرى هنا من جمهور الرجاء البيضاوي. عاش وضعية صعبة فريقه، ولكن رغم ذلك فالفريق يؤكد حبه الكبير ووقوفه إلى جانب الفريق وعودة النصر للتحليق مجددا في سماء الكرة المغربية. نفس الأمر بالنسبة لمعاقل الوداد هناك في المعاريف، في المدينة القديمة بورغون، كلهم يتنفسون عشق الحمراء وأكيد تحت الشعار الأبدي نحب الوداد ونموت على درابو البلاد أكيد.